السلام عليكم. اليوم نتكلم على المحطة الجديدة التي تمت الأشغال بها في ولاية الجلفة، والتي تقع على خط الهضاب العليا للسكك الحديدية والمسمات بمحطة حاسيف ظول، لتبعد حوالي 40 كيلومتر على مدينة الجلفة، واللي تمت الأشغال بها. إذن إن شاء الله الخط هذا يفتتح في بداية السنة، كما تم التصريح من طرف وزير الأشغال العمومية، ومزيد من مشاريع تنموية في هذه المناطق تاع الهضاب العليا. والسلام عليكم.